الجزائريون يصوتون اليوم لصالح اختيار رئيس جديد للبلاد، وبوتفليقة يبدأ الصعود إلى سدة الرئاسة على كرسي متحرك. ما هو تأثير الاقتصاد في المعادلة الانتخابية بالجزائر؟ وتأزم الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وبوتين يغازل كييف بسياسة الضرب وجبر الخواطر في ذات الوقت، وتجاوز مستوى المبيدات الحد الأقصى في الأغذية في وطننا العربي، إذا لم تقتلنا الدبابات سنموت حتما بالمبيدات. هذه أبرز العناوين التي سنتناولها في هذه الجولة بالتفصيل، لكن دعونا نستعرض قبلها أبرز الأخبار حتى الساعة. لقاء فلسطيني إسرائيلي اليوم مع المبعوث الأمريكي لإنقاذ مفاوضات السلام. مقتل 12 جنديا في هجوم مسلح شمال العراق. في ليبيا بعد حادثة خطف السفير الأردني خطف دبلوماسي تونسي. والمئات لا زالوا مفقودين في حادث غرق العبارة الكورية الجنوبية، ورئيسة كوريا الجنوبية تتعهد الأسر الضحايا بمعاقبة المسؤولين. أهلا بكم من جديد. قبل أن نبدأ هذه الجولة نستعرض هذا الخبر الذي وصل من سوريا، وأكدت وكالة فرانس بريس أن باب الترشح للانتخابات الرئاسية في سوريا سيفتح في 21 من أبريل نيسان هذا الشهر، وأن موعد إجراء هذه الانتخابات سيعلن في ذات الوقت أي 21 من أبريل، وأن مجلس الشعب سيعقد جلسة في هذا اليوم تخصص لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية ويحدد تاريخ إجراء الانتخابات. هذا هو الخبر الذي لم يورد من الذي سيفوز بهذه الانتخابات. إلى الجزائر أيضا، ستنتظر رئيس جديد وسيبدأ الاختراع، وسنتواصل معها لمعرفة تفاصيل العملية الانتخابية فيها. لكن دعونا نبدأ من أوكرانيا، وهذه المنطقة تشهد تطورات لافتة. التمرد الذي حدث في شرق أوكرانيا واتهمت فيه كييف موسكو مباشرة بأنها هي من يقود ذلك، تؤكد أن جنود روس استطاعوا أن يسيطروا على كثير من المناطق تحت مسمى متمردين روس في أوكرانيا. يعني هكذا تقول روسيا، ومن جهتها أوكرانيا تؤكد بأنهم الروس. على كل استطاعوا أن يسيطروا على عربات مدرعة في المنطقة الشرقية المضطربة، وطالبوا الجنود الأوكرانيين بتسليمها، وسلمها الجنود في بلدة كراماتورسك. سلموا أجهزة إطلاق النار في بنادقهم إلى زعيم المحتجين الموالين لموسكو، مقابل السماح لهم بمغادرة المنطقة مع سياراتهم. وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت أن المسلحين الموالين لروسيا استولوا على 6 مدرعات أوكرانية أرسلتها كييف إلى هذه البلدة الشرقية حتى تخمد الحركة الانفصالية. والوزارة ذكرت أن السكان المحليين حاصروا قافلة المدرعات التي استولى عليها المتطرفون بعد ذلك، وأضافوا أن المسلحين نقلوا قافلة المدرعات إلى إحدى المدن شرق أوكرانيا. هذه هي الأوضاع في هذا البلد، وهي تسير من سيء إلى أسوأ، لكن يمكن احتواؤها في ظل تصريحات بوتين بأن الوضع قابل للتسوية ما بين روسيا وما بين موسكو وكييف، باعتبار أن المصالح المشتركة التي تربط هذه الدول أو هاتين الدولتين هي أكبر من كل ما يدور على الأرض. لذلك سنحاول أن نقف على تداعيات هذه الأوضاع إلى هناك، وإلى أي مدى من الممكن أن ينفرط العقد وتتحول المسألة إلى حرب أهلية كما أشارت موسكو، تصر على ذلك موسكو، حتى أن وزير الخارجية الروسي ذكر بأن الدولة معطلة في أوكرانيا، في دليل ودلالة على عدم سيطرة المركز على الأوضاع هناك. أنقل كل ذلك إلى محللة شؤون روسيا ودول الاتحاد السوفيتي سابقا في IHS Global Insight، السيدة ليليت جيفورجيان. سيدة ليليت مساء الخير. موسكو تتحدث عن نذر حرب أهلية في أوكرانيا، ووزير الخارجية
الروسي يؤكد أن الدولة معطلة في إشارة إلى عدم سيطرة المركز على كثير من الأقاليم من بينها الشرق المضطرب. هل تبالغ موسكو في هذه الأوصاف التي تتمنى أن تحدث أم أن الواقع يقول ذلك؟ أعتقد أن الواقع مختلف بصورة طفيفة، لكن بعض القضايا التي تشير إليها روسيا صحيحة. نعم، صحيح أن الحكومة المركزية في كييف لا تسيطر على جميع أنحاء البلاد ولا سيما في الشرق والجنوب، ولكن في الوقت ذاته هناك شيء من الادعاءات المبالغ بها من روسيا بأن الأوكرانيون على وشك الحرب الأهلية. طبعا هناك جيوب من الاضطراب، ولكن نحن سنراقب كيف ستتطور الأوضاع خلال الأيام القليلة المقبلة. نعم، بوتين يلمح بشكل أو بآخر إلى أنه من الممكن إحداث تسوية في هذا البلد، وأن العلاقات المشتركة ما بين أوكرانيا وروسيا هي علاقات أكبر مما يحدث على أرض الواقع. إلى ماذا يلمح الرجل، وما هي المكاسب التي ممكن أن تتحقق من هذه التسوية التي يعنيها؟ أعتقد أنه من الصعب أن نعرف ما الذي يلمح إليه في هذه الحالة، ولكن بالنسبة للحكومة الروسية هم قالوا مرارا وتكرارا أن الطريقة الوحيدة للحل بالنسبة للمشكلة الحالية هي ضمان أن يكون لدينا نظام فيدرالي، بمعنى أن المناطق الشمالية أو الجنوبية حيث يوجد الكثير من الناطقين بالروسية يحصلون على شيء من الاستقلال الذاتي أو المزيد من الاستقلال مع حماية حقوقهم. هذا ربما ما كان يطمح إليه الروس في هذه الأزمة في الأسابيع القليلة الماضية. سيدة ليليت، هل خطوة ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، لا أقول بهذه السهولة ولكن دون تداعيات تذكر حتى اللحظة، أغرى روسيا وفتح شهيتها أن تذهب إلى مكان آخر في شرق أوكرانيا، أم أن طبيعة هذه المنطقة في الشرق هي أيضا قريبة ولو ديموغرافيا أو جيوسياسيا من شبه جزيرة القرم من حيث السكان؟ يعني نحن نتحدث عن سكان يتحدثون الروسية أو من أصل روسي لا أدري، ولكن موسكو تتعهد بحمايتهم. حدثيني عن طبيعة هذه المنطقة. هناك فرق بين شبه جزيرة القرم والمناطق الشرقية، والفرق الكبير هو أنك كما قلت القرم فيها عدد ساحق من الناطقين بالروسية، والأوكرانيون أقلية، كما أن تاريخ المنطقة هو في أنها أعطيت إلى أوكرانيا في الخمسينيات القرن الماضي. طبعا هذا جانب آخر فيما يخص الوضع في شبه جزيرة القرم التي كانت جمهورية مستقلة، وبالتالي بالنسبة للروس كانوا يعتقدون أن هناك ما يكفي من الأسباب القانونية إذا جاز التعبير لهذا التصرف، وإن كان الغرب لم يعترف بها، وبالتالي كانوا يعتقدون أنه ليس لها الحق في الانفصال وتقرير المصير. لكن بالنسبة لأوكرانيا كانت تصر على أن هذا القرار كان يجب أن يجري أو ينفذ من خلال التصويت في جميع أنحاء البلاد وليس فقط في شبه جزيرة القرم. أما بالنسبة للمناطق الشرقية والجنوبية في أوكرانيا فإن هناك الكثير من السكان الروس أو الناطقين بالروسية، وهذه المناطق لا تتمتع بالاستقلال الذاتي الذي كان لدى شبه جزيرة القرم. كانوا جزءا من أوكرانيا طوال معظم القرن الماضي في جميع الأحوال، وبالتالي أن نقارن القيمة الاستراتيجية لشبه جزيرة القرم مع هذه المنطقة هو أمر ملفت، لأن شرق أوكرانيا وجنوب أوكرانيا هي مناطق ذات قيمة استراتيجية هائلة، وخاصة أن شبه جزيرة القرم بحد ذاتها تستضيف الأسطول الروسي في البحر الأسود، وبالتالي استيعاب القرم هو شيء، والدخول إلى شرق أوكرانيا أو جنوب أوكرانيا سيكون أمرا ينطوي على مغامرة كبيرة من قبل الروس فيما لو حصل. سيدة ليليت، دعيني أتساءل عن مصلحة روسيا، يعني أين هي؟ هل هي في أوكرانيا موحدة
غير منقسمة على نفسها تحقق لها مصالحها الاقتصادية ويستطيع الغاز الروسي أن يعبر عبر أراضيها إلى أوروبا، أم أنه في المقابل أيضا إذا وجدت أوكرانيا منقسمة ربما إلى أقاليم يسهل إدارتها وبالتالي تحقق موسكو غاياتها في السيطرة على هذا البلد على سياسة فرق تسد؟ هناك إجابتان عن هذا السؤال. من الجانب الاقتصادي، روسيا بحاجة إلى أوكرانيا مستقرة، لأن هذا البلد ليس فقط بلدا لعبور 50% من إمدادات الطاقة الروسية من الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، وإنما هي أيضا مكان يستضيف مليارات الدولارات من الاستثمارات، وروسيا هي من اللاعبين الاقتصاديين الكبار في أوكرانيا سواء في الجانب المصرفي أو قطاع الصناعات العسكرية أو الكيماوية. وبالتالي من الجانب أو من وجهة نظر الاقتصادية الروسية والاستثمارية من المهم جدا يكون لدينا استقرار في أوكرانيا، لكن إذا نظرنا إلى الجانب السياسي فإن روسيا مهتمة بأن تكون هناك أوكرانيا قابلة للتدبر والإدارة، أي بمعنى أن إنشاء أوكرانيا فيدرالية سيساعد موسكو في الحصول على موطئ قدم. فإذا كان للمناطق الشرقية هذه الوضعية المستقلة، ففي المستقبل ربما قد يكون هناك نوع من التحكم أو السيطرة من قبل الروس، وهذا الأمر سيؤدي إلى تقليل سيطرة القوات المركزية ويقلل من احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وبالتالي هناك شيء من التوازن والتوازن المضاد في البلد، وفي ضوء أن موسكو لديها قوة يمكن أن تستعملها. وفي نهاية المطاف أعتقد أن الحل الأفضل للأزمة الحالية سواء بالنسبة لروسيا أو لأوكرانيا هو في العثور على حل سياسي، لأن أي تصعيد عسكري في هذا النزاع لن يؤدي إلا إلى إيذاء المصالح الروسية أو الأوكرانية على حد سواء. نعم سيدة ليليت، إذن الفرقاء كما تعلم يجلسون في جنيف لمحاولة في حلحلة هذه الأزمة الأوكرانية، وحلف الناتو يتحرك ويحرك منصاته العسكرية هنا وهناك في إشارة إلى الاضطراب الذي يحدث هناك. هل تتوقعي إذا حدث الأسوأ يعني وعلى الأرض هناك التهاب ومناطق متأزمة في الشرق كما تعلمي، أن يتدخل هذا الحلف وأن تصل الأمور ربما إلى بعض المواجهات العسكرية ولو المحدودة، أم أن جنيف في تقديرك كفيلة بلملمة هذا النزاع؟ كما قلت أن المباحثات متواصلة وهذه علامة جيدة على الرغم من التوترات الحاصلة في شرق أوكرانيا، وقد وافقت روسيا وأوكرانيا على الدخول في هذه المباحثات، وكان يمكن لروسيا أن تقول بأن تضع ربما شروطا أخرى ولا تتقيد بها. نعم أنا أشكرك حقيقة سيدة ليليت غوفرجيان المحللة في HIS على كل هذه الإفادات، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم من جديد من أوكرانيا إلى الجزائر، والجزائر العاصمة، والجزائر اليوم تشهد حراك كثيف، توجه الناخبون إلى صناديق الاختراع، أكثر من 22 مليون جزائري لاختيار رئيس البلاد. الانتخابات الجزائرية يشارك فيها 6 مرشحين، الرئيس المنتهي ولايته عبد العزيز بوتفليقة، واللي منعته الظروف الصحية من الظهور في تجمعات ومهرجانات خلال حملة الانتخابية، وأيضا 5 مرشحين آخرين. انتخابات يشوبها كثير من الحذر والتحدي، وأثار وضع بوتفليقة الصحي وقرار ترشحه لفترة رابعة يثير جدل كبير وواسع في الجزائر. دعونا نتابع هذا التقرير ومن ثم نفتح حوار حول الانتخابات الجزائرية واتجاهاتها. بعد أشهر من الجدل والتجاذب وبعد حملة انتخابية مشحونة أخذت مسارا خطيرا إثر تبادل الاتهامات والشكاوى بين أقطاب الصراع على السلطة،
توجه اليوم ما يزيد على 20 مليون جزائري من المسجلين على اللائحة الانتخابية لانتخاب رئيسهم السابع في انتخابات رئاسية من المتوقع أن يفوز بها الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة رغم متاعبه الصحية منذ إصابته بجلطة خلال عام 2013. تجرى الانتخابات الجزائرية وسط أجواء مشحونة واستقطاب حاد غذته سلطة ترغب في تمرير ولاية رابعة لمرشحها بشتى الوسائل بحجة الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ومعارضة منقسمة بين مقاطعين بدعوى الحسم المسبق لنتائج الانتخابات ومرشحين يريدون قلب الطاولة على الجميع لما يتمتعون به من حشد جماهيري. ينظر إلى الجزائر على أنها شريك في حملة واشنطن على التشدد الإرهابي في المغرب العربي، وهي أيضا مصدر ثابت لتغطية نحو 5 واردات أوروبا من الغاز. لكن المخاوف بشأن صحة بوتفليقة الذي أدلى بصوته اليوم وهو على كرسي متحرك وبشأن كيفية إدارة الجزائر لأية عملية انتقالية أثارت أسئلة حول الاستقرار في المنطقة، حيث لا تزال ليبيا وتونس ومصر تعاني اضطرابا بعد ثورات الربيع العربي التي اندلعت عام 2011، خاصة وأن بوتفليقة من أكثر الشخصيات التي تركت بصمة في الحياة السياسية الجزائرية، ويصوره مؤيدوه على أنه مهندس المصالحة الوطنية التي وضعت حدا للحرب التي دارت مع الإسلاميين المتشددين خلال التسعينيات والتي أسفرت عن 200,000 قتيل على الأقل. وتبقى علامة استفهام كبيرة أمام ما سيحدث في حال حسم الأمر لصالح عهدة رابعة لبوتفليقة، لكن من المؤكد أن الشارع وما فيه من حركات رافضة للعهدة الجديدة سيكون له الكلمة بعد إعلان النتائج. ومعي من لندن الأستاذ سعد جبار المحلل السياسي الجزائري. أستاذ سعد مساء الخير وشكرا لوجودك معنا في هذا البرنامج. ولماذا الإصرار على بوتفليقة رغم ماضيه الذي يقدره الجزائريون ولو جاء على كرسي متحرك؟ يعني القضية ليست بوتفليقة بالذات وإنما قضية النظام. طبيعة النظام في الجزائر لا زالت تقوم أساسا على العناصر المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية العسكرية، وبالتالي هي الحاكم وهي الفاصل في قضايا الكبرى مثل من يترشح رئيس ومن يكون رئيس للوزراء ومن يكون من يكون في الشأن السياسي. وعليه فإن الجزائر لا زالت تعاني من أزمة الشرعية، بمعنى أننا نعيش حالة ازدواجية أو حالة انفصام سياسي. هناك سلطة حقيقية مختفية هي المؤسسة العسكرية العليا من قيادات عسكرية لقيادات المناطق وقيادات المخابرات العسكرية، وتستعمل في ذلك واجهات هي في الحقيقة هي المؤسسات الصورية. هناك رئيس الوزراء وهناك وزراء وهناك ولات، لكن الحاكم الفعلي يبقى الحاكم المستتر، بينما الحاكم الظاهر هو تابع للحاكم المستمر. وما دامت لم تحسم هذه القضية فإن الجزائر تبقى دائما تسير بأيدي خافية. لذلك فإن الشباب الجزائري وأغلب الجزائريين سائموا من هذه المعاملة للشعب الجزائري، لأن لا يوجد حكم رشيد، رغم أن الجزائر مرت بمأساة كبيرة خلال 22 سنة. وعندما أتى بوتفليقة وخاتمة على ما توصل إليه الجيش مع الإسلاميين الذين لجأوا إلى السلاح، لكنه فقط سوى قضية ملف المسلح أو الأمني، لكن لم يسوي الملف السياسي ألا وهو السماح للأحزاب أن تنشط بحرية، السماح للمجتمع المدني أن يتطور بنفسه. لذلك بقي الآن النظام في مواجهة الشعب ومواجهة المجتمع، وهناك طلاق بين الاثنين. نعم. المرشح علي بن فليس وهو المرشح الرئيس لبوتفليقة حدث تراشق كلامي حاد بين الرجلين، كل يصف الآخر هذا بالإرهاب وهذا بأنه ربما بالتزوير وإلى ما ذلك. يعني إذا أجريت انتخابات في الجزائر في أجواء انتخابية معافاة، هل للرجل حظوظ أن يفوز مثلا، أم أن المسألة برمتها ليست في الحسابات وأن الجزائريين يبحثون عن شكل آخر ربما للحكم؟ الجزائريون بكل صراحة ليسوا معنيين بهذه الانتخابات، لأن الجزائر أو النظام الجزائري أجرى عددا قياسيا من الانتخابات في العالم.
لكنه في كل مرة يعد ويتعهد بأن الانتخابات ستكون نزيهة، لكن الساحة السياسية مغلقة. النظام هو الذي يحدد من هو المرشح الفائز مسبقا، ويرشح من هو الذي يمكن أن يترشح ويكون في مكان أرانب، أي مرشحين فاشلين. لذلك اختار سامح لبنفليس، لو كان يعرف أن بنفليس سيفوز لما سمح له، ولو كان يعرف أن الذين سامح لهم بالترشح سيفوزون. مستحيل. اللاعب والحكم والخصم والحكم هو المؤسسة العسكرية والأمنية، حددت سلفا أن بوتفليقة هو الذي سيفوز، وسيفوز بغض النظر عن عدد المصوتين. الشعب الجزائري الآن لم يشارك بنسبة إلا قليلة جدا من المنتفعين في هذه الانتخابات، ولا يصدق وليس هناك في الجزائر من يصدق أن الانتخابات هي الفاعل الحاسم، بل الانتخابات مجرد ذرامات في الأعين لإظهار للعالم الخارجي والعالم الديمقراطي بأن الجزائر تجري فيها انتخابات وأن الرئيس مزكى، لكن في حقيقة الأمر طبيعة النظام نظام ديكتاتوري، نظام شمولي يكذب على الواضح. نعم، لماذا الإصرار على بوتفليقة تحديدا؟ أنا أتفهم حديثك بأنه جزء من هذه المؤسسة ورأت فيه الخيار الأمثل، لكن لماذا يراهنون على رجل معتل الصحة إلى حد كبير، أصيب بجلطة دماغية، ربما لن يكون قادر على الاطلاع بأعباء الحكم حتى على المدى المنظور، يعني إذا احتبرنا جدلا أنه قادر على ذلك الآن بهذا الظهور على الكرسي المتحرك، لماذا لا يبحث عن بديل مستمر على أقل تقدير، يعني إذا سلمنا بوجهة نظرك؟ لأن بوتفليقة عارف كيف يشكل القوى الفاعلة في المؤسسة العسكرية والأمنية، وجعل خلق نوع من التوافق لتأييده، وبالتالي فهو خرق أولا الدستور وعدل، كانت هناك عهدتان فقط للرئيس، فعدل الدستور لتصبح عهدة مفتوحة، وافق عليه النظام، لان النظام يخدم راس زي بوتفليقة، هو ضعيف يقدروا يتحكموا في زي ما يحبوا، هو يستعمل كذلك ضعف النظام وخوفه من الشعب. لذلك هناك مصلحه متبادله، هناك قطط ثمينه نشات وظهرت في الجزائر بشكل غير خارق العاده، هناك فساد، اصبح انجح مؤسسه في الجزائر الان هي مؤسسه الفساد. نعم، المؤسسه العسكريه على ذكر البلد. على ذكر القطط الثمينه سيد جبار، يعني قائد الدرك، أحد قادة الدرك السابقين في الجزائر، يقول بأن مافيا مالية وسياسية تسيطر على مقاليد الأمور في هذا البلد بقيادة شقيق الرئيس بوتفليقة نفسه، وأنها استولت على السلطة لأنها استغلت مرض الرئيس. هذا الحديث يخص هذا الرجل. إذا نحن نتحدث عن مافيا عسكرية أمنية كما تفضلت أنت وذكرت في بداية القول، دعنا لا نقول مافيا، عسكرية أمنية تهيمن وتسيطر على مقاليد الأمور، وهناك في المقابل مافيا مالية سياسية تحكم في الظل من مصلحتها أن يبقى الوضع على ما هو عليه. هل هذه هي التركيبة الخفية دعنا نقول في الجزائر؟ ترابطت المصالح وتعقدت، بحيث أن الذي كان له تأثير في القرار السياسي واختيار من يحكم البلد أصبحت كذلك له تحالفات مع رجال المال خارج السلطة، وبالتالي فهم يوظفون تلك الأموال، وأصبح هناك أثرياء وحرب، ليقول أثرياء حرب، لأن الجزائر فاتت مرحلة حرب أهلية هي التي سمحت بالإنفلات الذي وقع، واستغل عنصر الانفلات الأملي والعمل من أجل الاستقرار، ما يسمى بالاستقرار، من أجل استغلال تخوف الشعب وحب الشعب للرجوع إلى الأمن. لذلك كما قالت كونداليسا رايس رئيس وزير الخارجية الأمريكية السابقة، قالت أن سياستنا كانت في الشرق الأوسط تدعم الاستقرار على حساب الديمقراطية، فإذا بنا فقدنا الاثنين. إذن هناك في الجزائر الآن استقرار سطحي ولا توجد ديمقراطية، بل هناك مافيا سياسية اقتصادية سحرت البلد من حيث الحكم الرشيد، وسحرت البلد من أحزاب سياسية فاعلة، وسحرت البلد من تنظيمات من المجتمع المدني التي يمكن أن يكون لها تأثير في التغيير، على شاكلة وأسوأ من الوضع الروسي الآن بحكم تحت سيطرة أو بقيادة بوتين. أستاذ سعد، إذا دعني أسألك من زاوية أخرى، بوتفليقة مشهود له في الجزائر بأنه صاحب إنجازات كبيرة، إنهاء حرب أهلية، دعم الاستقرار في الجزائر، الوقوف تجاه الجماعات المتشددة، إحداث نوع من التوازن في هذا البلد، كثير من هذه التفاصيل، يعني لماذا ننساها لهذا الرجل ولا نراهن عليه في الاستمرار؟ الشيء الآخر، أنت تتحدث عن استقرار هش يعني ظاهري وديمقراطية مفقودة،
إذا اتجه الجزائريون اتجاهات أخرى كما حدث في دول التحول العربي ودول الربيع وما يحدث فيها الآن كما تشاهد، يعني أليس من الأفضل أن يكون الوضع على ما هو عليه مع المطالبة بالإصلاحات التدريجية؟ في منطقة السلطة الحاكمة الآن في الجزائر لا 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 لا, لا توجد نية للتغيير، وبالعكس لعبت على وتر تخوف مما حدث في بلدان الربيع العربي لكي تهدد الشعب وترهبه من النتائج، ويقولون راهنوا على الاستقرار بدل من الفوضى. ونحن حماة الاستقرار، بوتفليقة عندما أتى كان ضعيفا جدا، كان لأن الذي فصل وصاغ ما يسمى بالوئام المدني مع الجماعات المسلحة هم العسكريون ورجال الأمن العسكري بالذات بقيادة إسماعيل العماري رئيس مكافحة الإرهاب وعسكري جنرال، وسلموا الملف إلى بوتفليقة لتنفيذه، لأن الرئيس السابق زروال رفض أن يتعامل مع هذا الملف على أساس أمني لأنه كان يريد حل سياسي. بوتفليقة غلق الملف الأمني لصالح من قتلوا وذبحوا من داخل النظام ضد أبناء الشعب، وأغلق الملف السياسي ولم يسمح بفتحه. لذلك أصبحت الإذاعة والتلفزيون الجزائرية وكأنك في الاتحاد السوفيتي سابقا، لم يسمح بالأحزاب بالتكون إلا الأحزاب التي تؤيد النظام القائم، وهي أحزاب أداة. حتى بعض الأحزاب التي أيدت النظام الآن خرجت عليه لأنهم كلهم كارهوا وملوا من الديماغوجية وملوا من الفساد وملوا من التجاوزات. أصبح الوزراء يختلسون مئات الملايين ولا يحاكمون، أصبح عائلة الرئيس داخلين في عملية الفساد. أصبحت البيروقراطية تتعامل مع الوضع وكأنها تملك الدولة، وبالتالي فإن الجزائر لم توضع على سكة الأمان، ولا يوجد بديل إلا للعودة إلى بناء دولة حديثة، بناء دولة ديمقراطية تقوم على التزكية الشعبية وتقوم على الفصل بين السلطات وتقوم على القضاء المستقل بحيث المزكى هو الذي يحكم وليس من يعينه رجال الظل ورجال المافيات السياسية والقطط السامنة في ذلك البلد الذي يرفض هذه التعاملات. وشعبنا سيبين في المستقبل أنه ليس جديرا بهذه الطغمة ومن أمثالها. على كل بوتفليقة يخوض هذه الانتخابات رغم كل هذه التفاصيل، ويبدو أنه التقى مع كل هؤلاء المرشحين على حلبات المنافسة في هذا الاستحقاق، وصرعهم جميعا عدا بالعيد الذي يلتقيه للمرة الأولى. وكما ذكرت أنت، الرجل سيفوز يعني شاء أم أبو. ظهرت حركات احتجاج كثيرة في الجزائر، كيف ترى عملية التصدي لهذه الحركات؟ آخرها بركات، يعني بركات بالجزائر هي كفاية أو كفى. كيف ترى كفاية أو كفى من الشباب؟ لكن ألم تشاهد بعينك أمس كيف تعامل البوليس بشدة وبقساوة خارقة العادة ضد 150 شابا مسالما؟ وكذلك أن النظام سمح بالتدهور الأوضاع في مدينة غردايا بين فاصلين من أبناء هذا البلد، ولم يتدخل النظام، بل قتل العديد من الناس وحرقت المئات من المتاجر، والنظام أرسل 4000 رجال البوليس فقط لحماية ما يسمى بالانتخابات. يا حبيبي، هذا ملك متوج ذاتيا ويريد أن يكون مثل الملك محمد الخامس أو محمد السادس أو الحسن الثاني، فهو لا يعير أي معنى أو اهتمام للعملية الديمقراطية. لذلك فإنه لن يصدقه أحد، وهذا النظام لا يثق فيه أحد، بل الشعب الجزائري تخلى عن النظام وتجاهله. لو تشاهد اليوم في الانتخابات، أنا سمعت من كل أنحاء الوطن، بعض أنحاء الوطن، أن رجال الشرطة والأمن عددهم أكبر من المشرفين على العملية اللي يسمى بالعملية الانتخابية. نعم. أو الناخبين. إلا قليلة لن تصل إلى 10% التي ستشارك، وشجع على ذلك رجال الأموال والمنتفعون ويقودون أبناء الأرياف البسطاء وكذلك البطلين، ويقودونهم إلى ويشجعينهم على على التصويت. ليست هناك عملية انتخابية، وليس التصويت في الجزائر غير صحيح وزائف. النظام زائف، نظام على طريق تايوان، السلع التايوانية الخادعة. أنا أشكرك الأستاذ سعد جبار المحلل السياسي، كنت معي من لندن، شكرا جزيلا لك. ولازلنا معكم نتابع هذه الجولة في هذا البرنامج اليوم في ساعة من CNBC عربية. بعد الفاصل سنواصل في تأثيرات الجزائر، ونقف على تأثير الاقتصاد في المعادلة الانتخابية للجزائر.
مصر تتفق مع غازبروم الروسية وإي دي إف الفرنسية لتوريد الغاز المسال. تراجع الدين الخارجي لقطر بنحو 14% بنهاية مارس آذار الماضي إلى 21 مليار دولار. البنك المركزي التركي يتوقع ارتفاع التضخم عن المستهدف في نهاية 2014. وفي أكبر زيادة في الإنفاق منذ 2000 20% من الشركات البريطانية ترفع ميزانية الإعلان وسط تفاؤل يزيد. أهلا بكم من جديد. وعلى وقع الانتخابات الجزائرية وتوجه أكثر من 22 مليون ناخب جزائري إلى صناديق الاختراع لاختيار رئيس جديد، بوتفليقة هو المرشح الأبرز، والتقارير والمؤشرات كلها تشير إلى أن الرجل سيحظى بهذا اللقب والمنصب للمرة الرابعة على التوالي، رغم أنه مريض واحتج كثير من الجزائريين على مرضه وعدم اطلاعه بشؤون وأعباء البلاد، لكنه مضى في مسيرته وهو الآن على وشك أن يدخل من جديد إلى القصر الرئاسي في الجزائر. لكن دعونا نتوقف على التأثيرات الاقتصادية للمعادلة الانتخابية بالجزائر. ومعي عبر الهاتف من هناك الأستاذ عبد الوهاب بوكروح، الكاتب والمحلل الاقتصادي. أستاذ عبد الوهاب مساء الخير، أرحب بك. يعني حدثني عن المعادلة الاقتصادية، لم نرى برامج اقتصادية في برامج الناخبين المرشحين للرئاسة في الجزائر، هل هي سياسية هكذا من الدرجة الأولى لا يعنيها نبض الشارع الاقتصادي؟ مساء الخير، مساء الخير للمشاهدين الكرام. بالفعل هذه النقطة السوداء الأساسية في برامج المرشحين لانتخابات الرئاسة تجرى اليوم 17 إبريل. فربما مع استثناء طفيف إذا حاولنا أن نكون منصفين بالنسبة للبرنامج المترشح عبد العزيز بوتفليقة المنتهي ولايته، الذي حاول بصراحة التركيز على الالتزامات التي أولا قبل الالتزامات حاول على المنجزات التي يعني قال أنه نفذها خلال 3 ولايات رئاسية. هناك أيضا التزام بإتمام بعض المشروعات الاقتصادية، بعض المشروعات ذات البعد الاجتماعي، بعض المشروعات المتعلقة ربما بالجوانب التنموية في البلاد، لأنه كما يعلم الجميع أن الجزائر من بين البلدان الاجتماعية القليلة الموجودة في المنطقة. فربما هذه النقطة الأساسية في برنامج المرشح المنتهي ولايته بوتفليقة. بالإضافة إلى المرشح عبد العزيز بوتفليقة هناك 5 مرشحين آخرين، فنظرة متفحصة، نظرة قريبة إلى برامجهم. بكل صراحة وبكل أمانة هناك نقص، ونقص خطير جدا في الجانب الاقتصادي، الجانب الذي ربما يهم الناخبين ويهم المواطنين عموما في أي بلد من البلدان. صحيح. عندما نقف على يعني قرب هذه البرامج صحيح جدا نجد نقص كبير. وصلت وجهة نظرك في هذا الخصوص أستاذ عبد الوهاب. يعني بوتفليقة الرئيس المنتهي ولايته يتحدث عن إنجازات قام بها في ولاياته 3 الماضية، إلى أي مدى تتناسب قدرات ومقدرات الجزائر الطبيعية من غاز وبترول وإلى ما ذلك مع الحالة المعيشية التي يعيشها الجزائريون، أم أن الفساد شأن الجزائر شأن كثير من الدول بدأ ينهش في هذا البلد وأثر ربما على موازين الاقتصاد فيها؟ دعني ربما أعود إلى رقم مهم جدا حتى أنت تعرف أن الأرقام أكثر دلالة من أي شيء في الاقتصاد. مداخيل الجزائر منذ العام 1999 إلى غاية 2013 من الهيدروكربونات بلغت 683 مليار دولار فاصل 725. برامج ربما تنموية أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ولايته 3 الفارطة بلغت 480 مليار دولار. فعندما نقول أن أرقام النمو التي تحققت خلال 15 سنة أو دعني أقول خلال 14 سنة الأخيرة تراوحت بين يعني كمعدل عام في حدود 4%، بالنظر إلى القدرات المالية، القدرات ربما التي توفرت الجزائر بصراحة بكل صراحة أقول أنها كانت استثنائية على كل الأصعدة،
ومع ذلك نقول بأن الجزائر مع القدرة التي توفرت لها والتي كانت استثنائية، لكن دائما نقول بأن الجزائر دولة اجتماعية وتعتمد على التنمية ولا تقتصر فقط على النمو، وبالإضافة إلى ذلك أنها خرجت من حرب أهلية. كل العالم يعرف بأن الجزائر تعرضت إلى حرب مدمرة لمدة 10 سنوات، كان هناك 250 ألف قتيل، كانت هناك خسائر اقتصادية خطيرة جدا بلغت ربما في أبسط تقدير ب 25 مليار دولار. فمعدل ووتيرة استدراك التأخر الذي ربما كان غطى على كثير من ما يجب أن يكون، ربما كان بإمكان الجزائر أن تحقق الأفضل بالوفرة المالية التي توفرت لها، ولكن في حال لو كانت لم تكن تعاني المشاكل التي خرجت منها في العام 1999. طبعا هناك نقطة سوداء أخرى لا يجب أن يغض الطرف عليها الإنسان المحايد، وهي مدى وجود الفساد. فكما هو معلوم، أنت تعرف درجة الحكامة أو درجة الحكم الراشد في المنطقة العربية، الجزائر لا تمثل استثناء، فهي دولة عربية، دولة في العالم الثالث، وعندما ترتفع المداخيل وترتفع وتكون هناك وفرة مالية، فطبعا يزداد ربما معدلة الفساد، ويزداد ربما المبالغ تتحول من هنا وهناك، وخاصة أن المؤسسات في الجزائر لا تزال ضعيفة. دعني أعترف وأقول بكل صراحة أن مؤسسات الرقابة، المؤسسات المختلفة في الدولة يعتريها الكثير من وهي من وهي في حاجة إلى ربما تقوية، وهذا ربما التحدي الأول الذي سيواجه الرئيس الفائز في مهما كان الرئيس الفائز. هذه من التحديات التي ستواجهه في المرحلة القادمة، وهي المتعلقة مثلا باسم الاقتصاد وهي امرات كثير من الدول. انا حقيقة اشكرك الاستاذ عبد الوهاب بكروح، الكاتب والمحلل الاقتصادي، ويبقى ابو تفليقة هو الرئيس المنتخب بحسب كل المؤشرات والمعطيات، ولكن نحن ننتظر ولو الى حين. هذه نظرة على الأسواق اليوم وتذكير كيف أغلقت أسواق الأردن والكويت، كانت حمراء مع عداها أخضر الليلة، والزميل ميسل قلة معها التفاصيل. ارتفعت معظم المؤشرات الخليجية في نهاية جلسة يوم الخميس باستثناء الكويت الذي جاءت فيه المؤشرات على تراجع جماعي. المملكة العربية السعودية المؤشر التاسي استمر بالارتفاعات بحدود 0.3 نقطة المئوية وسط قيم تداولات فاقت 10 مليارات و500 مليون ريال، وبدعم من قطاع النقل الذي قاد الارتفاعات في السوق اليوم بحدود 4%. المؤشرات الكويتية السعر تراجع بحدود 0.9 نقطة المئوية عن مستويات 7450 نقطة، مع تراجع لقيم التداولات التي كنا قد شهدناها في جلسة يوم الأربعاء. قيم التداول وصلت إلى 29 مليون في جلسة الخميس. الفيفتين كذلك تراجع عن مستوى 1228 نقطة، وتراجعات للمؤشر الوزني بحدود 0.8 نقطة المئوية عن مستويات 500 نقطة. وصل مؤشر البحرين أيضا ارتفاعاته للجلسة الثانية على التوالي بحدود 0.16 نقطة المئوية عن مستوى 1389 نقطة، لكن لاحظنا تراجع بأحجام التداولات اليوم، وصلت فقط إلى 3 ملايين سهم. في قطر تخطينا مستوى 12500 نقطة في نهاية الجلسة اليوم الخميس بارتفاعات على المؤشر بحدود 0.18 نقطة المئوية، وتابعنا سهم أزدان الذي ارتفع بالحدود القصوى لعشرة في المئة بعد التصريحات التي تحدث بها الرئيس التنفيذي لسي ام بي سي عربية حول طبعا عدم نية الشركة لخفض رأس المال ونية الشركة للتخرج من كل المشاريع العقارية خلال الفترة القادمة. الأسواق في أبوظبي كانت صورة إيجابية بالنسبة لأبوظبي، ارتفع المؤشر فيها بحدود 0.5 نقطة المئوية، أغلقنا عن مستويات 5157 نقطة، قيم تداولات 859 مليون درهم، والدعم ما زال مستمر من القطاع العقاري. إشراق العقارية دعمت سوق أبوظبي اليوم بارتفاعات بأكثر من 2.17 نقطة
المئوية. أما الصورة في دبي كذلك ارتفاعات على المؤشر بسبع أعشار النقطة المئوية ومستويات 4762 نقطة، وقيم تداولات وصلت في سوق دبي إلى 1,260,000,000 درهم بدعم طبعا من سهم بنك دبي الإسلامي الذي ارتفع بأكثر من 23 نقطة المئوية بعد قرار البنك لزيادة نسبة تملك الأجانب التي بدأت من جلسة اليوم الخميس ورفعها إلى نسبة 25%. صورة إيجابية مستمرة أيضا في عمان بربع النقطة المئوية وأغلق عن مستويات 6844 نقطة بصدارة سهم HSBC عمان الذي ارتفع بحدود 7% بعد استحواذ بنك الدوحة على عمليات البنك في الهند. شكرا ميساء، ولازلنا نتابع اليوم في ساعة من سي ام بي سي عربية بعد الفاصل. في وطننا العربي، إذا لم تقتلنا الدبابات سنموت بالمبيدات. يسعد مساكم بكل خير. هيئة الدواء والغذاء في السعودية كشفت عن إرجاع الجهات المختصة في المنافذ البحرية في الفترة الماضية سفن تجارية محملة بالأغذية، مشكلتها أنه مستويات المبيدات تجاوزت فيها الحد الأقصى وفق المعايير العالمية للأغذية وتم إعادتها من جديد. والمدير التنفيذي للمبيدات بهيئة الدواء والغذاء في السعودية الدكتور صالح الدوسري أكد أنه إعادة السفن التجارية المحملة بالأغذية هي حدثت في ميناء جدة الإسلامي، وهي خطوة بلا شك يستحق عليها الثناء حفاظا على ذلك. ولكن يبدو أنه في كثير من الدول التي قد لا تتقيد بالأنظمة إلى هذا الحد، أنه كثير من المبيدات تعبر عبر هذه الأغذية وكثير من الملوثات. و قدر الإنسان في الوطن العربي وفي دول كثيرة إن لم يمت بالسلاح مات بالغذاء الملوث في ظل رقابة ضعيفة. أنا أنقل كل ذلك وكل هذه الهواجس والهموم إلى القاهرة، إلى السيد يسري الشرقاوي المستشار والرئيس التنفيذي لشركة بيت الخبرة الاستشارية، وهو اليوم معنا من القاهرة، كنا أحيانا نلتقي هنا في دبي. مساء الخير أستاذ يسري. مساء الخير سيد طيب، اهلا بك وكل مشاهدين سي ام بي سي حول العالم. يسعد مساك. ونحن الحقيقه اليوم ننقل لك مساله عاجله شويه، مساله المبيدات والزياده المسموح بها عن الحد والمعدل الطبيعي، ومن ثم نقلها الى دول العالم الثالث، حقول التجارب هذه والتهامها وما تسببه بعد ذلك من امراض. انا بتحدث عن الاغذيه وهمومها ومشاكلها، وأحد أهم مشاكل الغذاء هي بقايا أو متبقيات المبيدات. وفي الحقيقة متبقيات المبيدات موضوع من المواضيع الخطيرة جدا والهامة واللي بتهم السادة المشاهدين حول العالم وتحديدا مشاهدي العالم العربي في سي ام بي سي. متبقيات المبيدات بتكون سبب رئيسي في الكثير من الأمراض اللي ظهرت في عصرنا الحديث مثل الفشل الكلوي وبعض الأمراض الأخرى المسببة لسرطانات الجلد والكثير من الأمراض الأخرى. لكن العالم لم يقف مكتوف الأيدي أمام متبقيات المبيدات، وهناك اتفاقية السويد، اتفاقية ستوكهولم، أحد أهم وأكبر الاتفاقيات العالمية اللي تم توقيعها في خصوص هذا الصدد من متبقيات المبيدات، لكن يبقى التنفيذ ويبقى الرقابة القوية خارج الوطن وخارج الأرض قبل إرسال الإرساليات أو الشحنات الغذائية إلى أرض العالم العربي. نعم، دولة مثل السعودية تمتلك بشكل أو بآخر بعض الإمكانات التي تؤهلها ربما للكشف عن ذلك وفق أنظمة حديثة نسبيا، ومن ثم قامت بإرجاع هذه السفن. ماذا عن حال بقية الدول الأخرى؟ يعني تدخل هذه الأغذية هكذا دون رقيب؟ بالتأكيد احنا عندنا اثنين أو عاملين مهمين جدا. انت عارف ان احنا كثير اتكلمنا عن الامن الغذائي والنقص في الامن الغذائي والنقص في الغذاء في العالم، فعندي مشكلتين كبار، ان عدم توافر الغذاء، وعندما يتوافر الغذاء يتوافر ملوث بالمبيدات، فده بيوسع الفجوه في الامن الغذائي العربي وبيوسع الفجوه في الامن الغذائي العالمي من جهه، ومن جهه اخرى بيسبب الكثير من الامراض اذا تم استهلاكه او تم الغذاء عليه. النهارده في عندي مشكله انه
المعامل او الاماكن المختبرات مش متوفره بدرجه كبيره جدا في كل الدول العالم العربي بنفس المستوى او بنفس الليفل اللي المفروض تكون عليه. واحنا كتير جدا في مؤتمراتنا وفي محاضراتنا وفي لقاءاتنا مع المستثمرين بنحاول نجذب المستثمرين في اتجاه انشاء مختبرات حديثه لتساهم مع المختبرات الحكوميه في الحفاظ على مستوى الغذاء السليم والامن لشعوب المنطقه وشعوب الدول العربيه والافريقيه. بنحاول بقدر المستطاع الا نلقي الضوء على الحكومات فقط، ولكن بقدر المستطاع من خلال الدوائر الاعلاميه ومن خلال دوائر الاستثمار والمستثمرين ان احنا نوسع دوائر الاختبار ونوسع دوائر التوعيه فيما يخص بقايا المبيدات. بنحاول البحث عن حلول غير تقليديه وان نفكر دائما خارج الصندوق الخاص بانتاج غذاء سليم وامن، لان التفكير داخل الصندوق ادى بنا الى مثل هذه المشاكل. ونحاول نستفيد بالتجربه السعوديه، وهيئه الغذاء والدواء السعودي لها تجربه رائده في ذلك، وبعض حكومات دول المنطقه زي بلديه دبي وزي وزاره البيئه والمياه في الامارات العربيه المتحده اتخذت خطوات هامه جدا فيما يخص بقايا المبيدات ومتبقيات المبيدات وتفعيل اتفاقيه ستوكهولم. جيد. مهندس يسري شرقاوي، يعني دعني اتساءل، هذه الدول الكبرى في العالم عندما تصدر هذه النفايات، انا اسميها نفايات غذاء غير صالح للاستخدام، هذه نفايات تصدرها لدول العالم الثالث وهي تعلم فقرهم في المنافذ البحريه والجويه والى ما ذلك، وتخشى وتعمل مليون حساب أن تقوم بإرسالها مثلا إلى دولة متقدمة قادرة على كشف ذلك. يعني هذه التصرفات التي اللا أخلاقية، من الذي يضبطها بغض النظر عن حال الدولة المستضيفة لهذه الشحنات من القمح أو من غيرها، يعني القمح ملوث ومليء بالنفايات؟ أنت أمام عمل زي ما تفضلت بوصفه هو عمل لا أخلاقي. هذا العمل اللا أخلاقي بيبقى فيه أكتر من طرف أو محور مشترك فيه. إحنا لا نلوم على المصدر، نلوم على المستورد. المستورد اللي يذهب إلى دولة من الدول العالم ويقول له اديني أسوأ نوع قمح عندك في بقايا مبيدات، أو أسوأ نوع فستق أو نوع فستق من الفستق أو المكسرات اللي فيه بقايا مبيدات مرتفعة، بس يكون بأرخص سعر عشان أدخله دولتي بأعلى سعر. أنت تتحدث عن منظومة من الفساد معين لا أخلاقي، لها أطراف في الداخل وأطراف في الخارج. وهنا الشغل الشاغل أو حلقة الاتصال ما بين الجهات الحكومية التي تعمل ليل نهار في الأنظمة النشطة على قفل مثل هذه الثغرات. تتحدث عن طرف بيبيع وطرف بيشتري. الطرف المشتري دايما له مواصفات وله شروط وعنده معامل وعنده اتفاقيات دوليه لازم تنفذ. اذا تساهل طرف في حقه او في حق مواطنيه او في حق دولته او في غذاء دولته، فالامن الغذائي والامن المائي لا يقل باي حال من الاحوال عن اي نوع من انواع الامن لمثل هذه الشعوب. فانت تتحدث عن قضيه لا اخلاقيه بالطبع، ولكن اطرافها كثيرون، ليس المصدر فقط. المصدر لديه ثلاث أو أربع أو خمس أنواع من درجات الجودة للمادة الغذائية، وهو يبحث عن مشتري. هناك بعض المشاكل والفساد الإداري أو الفساد المالي اللي بيكون موجود في بعض الدول اللي بيكون السبب فيه المشتري وليس البائع فقط. نعم. أستاذ يسري بس مهندس، يعني أخيرا وليس آخرا، نحن نود أن نشكرك على كل هذه الإفادات في هذه الحلقة، وهي روشيتا خاصة بهذا الموضوع، والحديث عن الغذاء والأمن الغذائي طويل وأنت أهل لذلك. تفضل. أهم شيء نحن لازم يكون عندنا ممارسات زراعية سليمة، عندنا دليل جودة المشتريات لكل المواد الغذائية مظبوط، يكون عندنا تشريعات وقوانين مفعلة. نعم. يكون عندنا اتفاقيات موحدة، مختبرات ومعامل وإيد عاملة مدربة. صحيح. دعني أقول لك وللسادة المشاهدين أن نحن نبحث عن التميز في الغذاء في إنتاجه واستيراده، ونعلن أن هناك جوائز بدأت تظهر في المجتمع العربي، وننظم كبيت خبرة استشارية جوائز عالمية في التميز في إنتاج الغذاء. لدي لدينا أول جائزة تميز في إنتاج الغذاء في العالم العربي، وأفضل جائزة تميز في مزارع إنتاج الغذاء في العالم العربي، والمختبرات والتشريعات. لنا لقاء في شهر مايو القادم يجمعنا مع المتخصصين ومع الإعلاميين ومع المنتجين في العالم العربي لغلق هذه الثغرات ولدفع عجلة الأمن الغذائي والحفاظ على غذاء الشعوب العربية الذي يمثل جزء من ثقافة وحضارة العالم العربي في هذا الوقت من الزمن الذي نحتاج فيه إلى كل عقل. صحيح. عربي. أنا أشكرك، نتمنى لكم التوفيق. المستشار والرئيس التنفيذي لشركة بيت الخبرة الاستشارية مهندس يسري الشرقاوي، شكرا جزيلا لك. الآن
بعد أن تناولنا غذاء معافى يجب أن نتريض قليلا. الماتادور الأسباني يتفوق على المنتخب الأرجنتيني والبرازيلي، وميسي أغلى لاعب في كأس العالم. شكرا يا طيب. تصدرت تشكيلة المنتخب الإسباني قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العالم بقيمة 487 مليون يورو، متفوقة على الأرجنتين التي تمتلك لاعبين بقيمة 474 مليونا، في حين حل منتخب السيليساو مستضيف البطولة ثالثا بقيمة 470 مليون يورو. وعلى صعيد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، فقد تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي القائمة برصيد 138 مليونا، تلاه في الترتيب غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيمة 107 ملايين يورو، ثم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة الإسباني بقيمة 68 مليون يورو. سيفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات مالية على مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي بسبب مخالفة قواعد اللعب النظيف ماليا، بعد أن تعدت خسائر الفريقين 45 مليون يورو خلال الموسمين الماضيين، وهو الحد المسموح به من اليويفا لخسائر الأندية. وننهي الجولة من مصر، حيث صرفت إدارة النادي الأهلي المصري 5 ملايين جنيه تمثل رواتب شهر مارس الماضي لجميع الألعاب وقطاعات الناشئين والشباب في النادي بعد شكوى اللاعبين، الأمر الذي دفع محمود طاهر رئيس النادي إلى مطالبة الإدارة المالية بتوفير المبلغ وصرفه في أقرب وقت. شكرا لكم وعودة إلى الطيب. للزميل محمد سيف. واليوم الخميس نتنقل ما بين الاستادات وصالات السينما في نهاية الأسبوع. نذهب ونتابع الزميلة منى الحمود ماذا أعدت لنا اليوم في بورصة الأفلام. يبدو أنه كابتن أمريكا لا زال في المقدمة، وهناك فيلم جدير بالمشاهدة نوح إلى منى الحمود. راسل كرو نجم كبير مهم. أهلا بكم بالبوكس أوفيس لهذا الأسبوع. تراجع الفيلم الملحمي نوا ليستقر في المرتبة الخامسة بإيرادات وصلت إلى 248 مليون دولار. ورغم زيادة الإيرادات، فيلم راسل كرو إلا أنه يجد منافسة شديدة للاستمرار في المراتب الأولى مع دخول أفلام قوية هذا الأسبوع. في المرتبة الرابعة فيلم الرعب والإثارة أوكولوس أو العين، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مليء بالرعب، حيث يعتقد الإبن أن المسؤول عن مقتل والده هو كائن شيطاني يسكن بالمرأة الأثرية في منزل العائلة. الفيلم غير مناسب لأصحاب القلوب الضعيفة. Hello again. You must be hungry. My name is Neil. It's for centuries of its recorded existence. And we got a new home, so we get new fart. وفي المرتبة الثالثة الفيلم درافت داي أو يوم الاختيار للنجم كيفين كوستنر، فيلم رياضي درامي تدور أحداثه حول المدير العام لفريق كرة القدم الذي يتعين عليه تجنيد لاعبين جدد في وقت تكون حياته الشخصية والمهنية على المحك. فكرة الفيلم ليست بجديدة، ولكن من يستطيع أن يقول لا لموهبة كيفين كوستنر؟ This is the draft day Browns fans were waiting for. Sonny, I hope you're listening. You run this team. You're the general manager. You can fix it. Every year, someone comes out. Your job is to coach a team I give you. They do it different in Dallas? Yeah, they do. They win. A lot. How is it that the ultimate prize in the most macho sport? Go on, one time. You see things other people don't see. Rewind that back to the start of the play. That's one of the things I love. ويدخل بقوة الفيلم الكرتوني ريو 2 في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 170 مليون دولار، ويحكي الجزء الثاني من الفيلم قصة المغامرات لبلو وجويل وأطفالهما في أعماق الأدغال للتعرف على باقي أفراد العائلة. سنرى الكثير من الإثارة بروح مرحة في هذا العمل المنتظر. The Amazon, a land of beauty and excitement. It's the ultimate destination for a family vacation.
But where to begin? That is the question. Oh, vida, oh, vida, oh, vida. Look at us. iPods, TV, pancakes. Awesome. Preparation is essential. Okay, bug spray. Check. Water purifier. بدون شك الفيلم مناسب لكل الأعمار وليس للصغار فقط. أما في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي فيلم الخيال العلمي كابتن أمريكا The Winter Soldier، وقد بلغت إيراداته أكثر من 500 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستمر في المراتب الأولى للفترة المقبلة. لنرى إذن ماذا سيحدث الأسبوع المقبل. Most of the intelligence community doesn't believe he exists. The ones that do call him the Winter Soldier. He's a ghost. You'll never find him. And that makes enemies. فيلم تحت الأضواء لهذا الأسبوع هو السعودي وجدة من إخراج وكتابة هيفاء المنصور، ويروي العمل قصة إنسانية مع التركيز على وضع المرأة السعودية، ويعتبر أول فيلم روائي طويل يتم تصويره بالكامل في المملكة العربية السعودية، وهو التعاون المشترك الأوروبي الأول في دول الخليج العربي. شارك الفيلم في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية وفاز بخمس جوائز من مهرجان البندقية ومهرجان دبي ومهرجان أبوظبي، وتم ترشيح فيلم وجدة لنيل جائزة الأوسكار عام 2013. ما قبل حصة قالت لي ألبس عباية على الرأس وغطي وجهي. طيب مش رايك زوجك؟ ها ما يضحك. ألقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء. على كل، نحن ندعم الصناعات الوطنية العربية مع وجدة فيلم السعودي. عطلة نهاية أسبوع سعيدة. شكرا للزميلة منى الحيموت على هذه الإطلالة، وشكرا لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. نلتقي في ذات المواعيد الأسبوع المقبل من وسائل الله. حتى ذلك الموعد دائما في حفظ الله ورعايته، متمتعين بالصحة والعافية. إلى اللقاء.